صباح الخير مشاهدينا من جديد، وصارت معنا الزميله ولاء، ونصبح عليك يا ولاء. صباحك يسعد لي صباحك يا نور. صباح الخير ايهم، بتمنى لكم بدايه اسبوع سعيده وإليك للمشاهدين ورايقه وكلها حب وسلام ودفى، بما انه الطقس صرنا هيك شتويه حقيقيه. وصح انا ما بحب الشوب، بس قررت هي السنه انه كمان البرد يا اخي ما بينطق، تعتزل الغرام خلص. لا صيفا ولا شتاء، ربيعا وخريفا. خلونا ربيع على طول، مع انه الربيع فيها شويه حساسيه كمان مزعج. والله ما بعرف وين بدي اعيش تحديدا بالطقوس. وصباحكم خير ودافي اكيد، ولكم ايضا مشاهدينا بجوله جديده للصحافه. بدي لكم صباح الخير. البدايه من موقع تلفزيون سوريا، كتبت حنين عمران: لم يعد الزواج حلا مثاليا تتوج به علاقات الحب في سوريا، اذ ان تكاليف الزواج الباهظه اصبحت عبئا حقيقيا لا يستطيع المقبلون على الزواج تحمله، بل وقد يضطرون الى الاستدانه لاتمامه او حتى الاستغناء عن كثير من التفاصيل المتعلقه بالاعراس لاجل التكاليف وتخفيف الاعباء. لا يقتصر عزوف الشباب من السوريين عن الزواج على ضيق الأحوال المادية والخوف من تحمل المسؤولية وتكوين الأسرة، بل إن العادات والتقاليد المتفاوتة إلى جانب الاختلاف المذهبي أو الديني قد يكونان سبباً مهماً لمنعهم من الزواج. ولا تعد ظاهرة المساكنة مستحدثة في المجتمع السوري، لكن ما استجد بعد سنوات الحرب السورية هو تفاقم هذه الظاهرة وتحولها إلى حل يقتنع به بعض الشبان ولا يتوانون عن إعلانه في حالات قليلة. لا أكيد معنا حل، وفي حلول كثيرة بدل المساكنة. فينهم يتزوجوا مثل ما عايشين بالمساكنة في هذا البيت، فينهم يعيشوا تحت سقف الزواج بس بدون هاي المظاهر اللي يمكن صارت بكثير من الجوانب صارت بالية. يعني حكينا كثير عن هذا الموضوع، انه في كثير تفاصيل زياده عم تكون وعم تشكل عبء على الزوجين. مجتمعنا اجتماعيا ودينيا هذا الوضع غير مقبول جمله وتفصيله، يعني ما في يعني ما له خاضع حتى للنقاش. في كثير شباب اليوم عم بيحاولوا يعيشوا تجربه تحرر، ربما التشوهات اللي رصدها الحرب إلى دور، أسباب اقتصادية إلى دور، بس مفهوم المساكنة أصلا نحن مثل كثير مفاهيم توصل لعنا على الشرق الأوسط يصل مشوه، يعني هي ليست زواج، يعني هي سكنة الناس مع بعضها، سكنة السكن ليست زواج أو علاقة بين شاب وصبية. يعني في شباب ممكن يسكنوا بعض صبي، يعني قصدي هي السكن فقط السكن، ولكن فكرة أخذها إلى منحى آخر وفي تشعبات. يعني بالمادة مكتوب أنه ربما بعض نهايات المساكنة تنتهي بالقتل من الأهل مثلا، نحن عم نحكي عن طوائف مختلفة، ربما عم نحكي عن عادات وتقاليد صعب كثير المجتمع السوري يتقبلها. لا هلا ولا انا مع انه ما يتقبلها بصراحه، برايي موضوع المساكنه بمجتمعنا العربي لانه هي اجت الفكره من الغرب بوجود مجتمعنا وعادات وتقاليد وايضا تربيتنا احنا تربينا عليها، هو بس وسيله لهرب من الالتزامات الزوجيه. يعني خلص نقعد مع بعض وهي مساكنه مشان ما نصرف عليك او تصرفي عليه، وما في داعي للطلاق وخلع وما هيك مواضيع. هلا في شيء مهم كمان لازم ننتبه له، انه عادات الزواج وتقاليده ومصاريفه يجب ان يعاد تقييمه. والله عم يلبسوا اليوم بدون خواتم يا ولا بسوريا، والله وفي ناس والله. لا وفي ناس لا، يعني احنا عم نسمع حتى باوروبا يلي هي في الناس تعيش مع بعضها، وعلى قولة يعني بالعامي الشاب في يعمل السبعه وزمتها باوروبا، بنفس الوقت عم يكون في مهر عم ينحكى فيه ب 40,000 50,000 يورو. فانه هيك شوي ناخذ ونعطي بموضوع العادات والتقاليد تبع الزواج. لازم نفتح له لحاله فقره نص ساعه بس استضيفني ايهم لو سمحت. جدلي. ننتقل للخبر اللي بعده. في موقعنا كتب عمر حاج حسين: طول عمري بحب الابتسامه، عباره ساقها المصور وجامع ذكريات الاجيال مسعود الياسين في حديثه مع تلفزيون سوريا، لخصت رؤيته لطبيعه فنه وهوايته التي تحولت مع مرور الزمن الى حرفه منحته شهره ومحبة في قلوب من يعرفه ممن تعامل معه واحتفظ له ذات يوم بظل ذكرياته صغيرا كان أو كبيرا. ويعد مسعود واحدا من أولئك الذين تعاملوا مع الكاميرا
وتعلق بعالم التصوير الفوتوغرافي مبكرا، وله مع هذه المهنة الفنية حكاية دفعته إلى عالم الإبداع، ولا يزال يزاول حرفته وفنه كما يقول حتى اليوم. يقول الياسين لتلفزيون سوريا إنه يلتقط الصور منذ 40 عاما ويملك أكثر من 30 كاميرا على اختلاف أنواعها، ويسكن بلدة كفر دريان بريف إدلب الشمالي، مشيرا إلى أنه إلى اليوم يواصل مسيرة تصويره وجمع الذكريات في وقت لا يزال يحتفظ فيه بجميع الصور التي كان يلتقطها للأطفال وطلاب المدارس والمناظر الطبيعية. ويعتبر المسعود اليوم أو يعتبر بأنه جامع ذكريات أهالي بلدة كفر دريان والبلدات المجاورة أجمع، إذ يملك آلاف الصور القديمة ويحتفظ بكاميراته القديمة. ما بعرف إذا هو نفس الشخص، رح أسأل البروديوسر اللي استضفناه بصباح سوريا، حكى لنا عن الصور اللي جمعها، وأيضا يعني قد إيه بحب الكاميرات القديمة، لأنه هي عن جد بتكون قريبة لقلبه أكثر وعاش مع أيام طويلة. ما بعرف بروديوسرنا جاوبني، فينا نتأكد بس إذا كان الدافع حكى لكم إياه وراء التصوير إنه هو راح على حلب هو صغير، إيه تصور هو صورة صح كانت بشعة والمصور ما رضى يعيدها وقال له إنه هيك طلعت، فهو أخذ من عمره 7 سنين على عاتقه بانه هو بده يصور لنا صور حلوه، بده يصير مصور، وهذا كان الهدف. حتى كان يدفع من جيبه احيانا على الصور حتى يبعثها يحمضها بحلب. صحيح كان يعني قد ايه كمان حلو انه نشوف ناس عندها هذا الشغف، وقد ايه مهم انه نشوف صور لاشخاص من 25 و30 سنه، يعني بس انا بحس انه هيك بدي اقول 25 و30 سنه بالسبعينات، بعدين بتذكر انه التسعينات صاروا 30 سنه 35. هو اصلا معروف اصلا في بالمدارس كان يروح يصور الطلاب بالمدارس ويحتفظوا بهي الذكرى، وطلاب كثير صاروا كبار وراحوا لعنده اخذوا صورهم قبل وبعد. قصته جميله ونحن بحاجه لهذا التوثيق اللطيف اكيد، وبحاجه انه نحكي عنه اكثر من مره وعلى طول. وفي موقعنا ايضا فاز مواطنان سوريان بالجائزة الكبرى في سحوبات اليانصيب اللوتو في لبنان، وذلك بعد عام من فوز سوري آخر بالجائزة نفسها، وتبلغ قيمة الجائزة أكثر من 3 ملايين دولار. فاز بها عصام حمدوش وماهر بزية، واللذان اشتريا بطاقة وتقاسماها. وقال حمدوش في لقاء خلال تسلمه الجائزة إنه يعيش في لبنان منذ نحو 20 عاما، وهو متزوج ولديه 3 أولاد ويعمل في مجال البناء، وأعلن أنه سيستثمر مبلغ الجائزة في لبنان الذي أمضى فيه ما يقرب من نصف عمره. وكان السوري عبد الواحد عبد الرزاق البكر قد ربح جائزة اللوتو اللبناني لليانصيب العام الماضي، والتي بلغت أكثر من 19 مليار ليرة لبنانية. ويبقى اللوتو في لبنان ضربة حظ قد يلجأ إليها كثيرون ممن ضاقت بهم أوضاعهم الاقتصادية، علها تكون طوق النجاة لهم. أكيد بنبارك لهم، بس يعني هذا بياخذنا على جهة ثانية، إنه أكثر من يسحب اللوتو في لبنان هم السوريين. أو هلأ لازم أي شخص لبناني ياخذ معه سوري يسحب له اللوتو. مش نصين السوريين بقول. صح يعني ثاني مرة. هن لأنه يمكن مش نصين، هن لأنه أكثر الأوراق اللي عم يسحبوها هن السوريين. فبالتالي اذا بدنا نعمل نسبه بتناسب صراحه بلبنان في كثير ناس بتسحب، مثل ما بسوريا في كثير ناس بتسحب، بس يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله. هي ثاني مره. انا ولا مره دفعت لي رح يا نصيب، بعرف طريقه مسدود. ايه ما يعني بحس انه ما احتجيني، اذا في اثنين انا وحدا الثاني رح ياخذ الثاني مش انا. طالما عندك هذا الاحساس فبحياتك ما رح تربح. هون كمان الموضوع فيه هيك حسب كيف نحن بنآمن بالاشياء، بس كمان على السير انه انا بعرف معلومات كثير ضئيله انه فيها حرمانيه الموضوع يعني اللي نصيب، فمشان هيك كمان ما رح ندخل بهذا الموضوع. اكيد ما رح افتي، بس انه يعني كمان يعني كثير اشياء نحن بحاجه لحتى نفصلها اكثر دائما بيننا وبين. خلص نعمل لك فقرات. انا لازم لي فقرات كثير. شكرا لك ايهم، وهي كانت جوله الصحافه لليوم السريعه بانتظار الزميله روان. شكرا لك نور. ايهم شكرا، وشكرا موصول لكم ايضا مشاهدينا، القاكم.